اليوم مع أيمن عيتاني. صباح الخير أيمن، يسعدي صباحك مرة ثانية. نقول لك يعني موضوع الشوبينج يمكن وصل مرحلة إدمان، لكن لها اشتراطات كثيرة، وأكيد في بعض الأحيان الواحد يتردد أن نجيب له أغراض معينة عن طريق الإنترنت. إيش هي الأشياء اللي لازم ننتبه لها من خلال تسوقنا عبر الإنترنت؟ يعني خليل، بتعرف أنت أنه في قسم كبير من الناس بال 2020 بالجائحة عملوا أول شراء عن طريق الإنترنت. يعني مثلا أهلي وأهلك عادة ما بيهمون هالموضوع، عادة بيعرفوا وين بيشتروا، من أي بقالي، من أي سوبر ماركت. مزبوط. هلأ بجائحة كورونا لا، كله فات، أهلي أخواننا عمومنا، كله جديد على الإنترنت. في اللي بنلفت نظره اليوم خليل أنه ما يكون في خوف من الشراء على الإنترنت. المصاري هل بتروح إذا في مشكلة فيها؟ لا سمح الله، في مشكلة فيها، في كذا طريقة لحتى يكون في استرجاع لهذه المصاري. يعني مؤسسات المشتري منها إذا هي مؤسسات محترمة عندهم سياسة استرجاع معينة، هيدي بتحمينا واحد. اثنين، حتى إذا صار عنا مشكلة مع هذه المؤسسة، البنك اللي بنشتغل معه نحن اللي بيعطينا الكارت، كارت مدى، ماستر كارد، فيزا أو غيره، كمان بيحمينا، فينا نحكي معه. وفي كمان مؤسسات حكومية بالبلاد اللي نحن فيها يلي كمان بتحمينا كمان. فما في خوف من إنه الواحد يشتري على الإنترنت. من زمان كان في حيسرقوني وحياخذوا كل مال، ما فيش يعني، هذا كله ما طيب ما في منه. يعني متى استاذ أيمن نخاف؟ متى يجي الوقت اللي نقدر نقول فعلا خايفين أو وقعنا في الفخ؟ هو يعني خليل، هو أكتر شيء بيكون لما نشتري من مواقع ما بنعرفها، يعني مش داعسينها ولا مرة ومش شايفينها ولا مرة، هيدي أكيد بتخوف. يعني مثلا في ثلاث أنواع متاجر على الإنترنت إذا بدك. واحد يلي هو أسواق مثل أمازون ونون، يلي هن يعني محترمين كتير وفي آلاف الشروات عم تكون تنعمل يوميا معه. في النوع الثاني اللي هو على موقع مباشرة، موقع محلات معينة. وثالث شيء عم بيكون انستغرام، تسويق يعني في محلات على انستغرام. بهول الثلاث انواع الاكثر شيء بخوف هو اذا كان على انستغرام، مع انه في مؤسسات كتير كبيرة عم تبيع انستغرام يوميا. احنا بدنا ننتبه من هالمحلات اذا ما بنعرفها، وفينا نقرا التعليقات ببين معنا نحن انه ناس عم يحكوا عنا اما لا. ودائما انا بنصح من المحلات اللي بنجربها اول مره يكون بشراء شيء صغير، يعني قيمتها 100 ريال 150 ريال، ما اكثر من هيك، لحتى نجربه ونطمن بالنا كل شيء اوكي، حتى تكون الخساره اقل لا قدر الله لو كانت موجوده. لكن ايمن، يعني في كثير مشاكل يعني خاصه فيما يخص انه سياسه استرجاع المنتج، يعني اذا العميل ما كان راضي عليه، ايش هي الاشياء والشروط اللي يعني الواحد لازم ينتبه لها والشروط اللي نختارها عشان نتاكد من استرجاع المنتج، خاصه ان هذا الموضوع الاسترجاع موضوع شائك والكثير يعاني من عنده؟ أكيد، يعني هو موضوع خلينا عم تحكي فيه أنت، استرجاع مهم كتير، وحتى أنا وياك هالأسبوع عنا شخصيا عنا استرجاع على الإنترنت. صح، أنا اليوم الصباح إلى اليوم الصباح. إيه، فا يعني خلي لك عن خبرة صغيرة صارت معي أنا البيت. اشتريت برينتر يعني طابعة للبيت، تعرف كل أولادنا بالبيت ومدارس والجائحة كلها، طابعة بالبيت فيها مشكلة، طلع استرجاعها بسيط، عم برجع على التطبيق وبطلب انا في عندهم بكون زر استرجاع، بتواصل معهم، تاني نهار بيجي حدا لعندك بياخذ المنتج بيفحصه، اذا في مشكله فيه بيرد لك الفلوس، اذا ما في بيرد لك فلوس او بيصرح لك اياها وبيردها. هيدي ما بتنعمل غير اذا عم نشتري انا وياك خليل من اماكن محترمه ومعروفه كتير، لانه عندهم سياسات معينه واضحه بتكون مكتوبه فيها وتحترمها. لما تشوف الطريقه هذه في احترام كبير للشركات وتتم تداولها بشكل كبير. لما انا يصير لي زي الموقف هذا واحكي واقول انه والله بصراحه برافو عليهم الشركه، جوني عند البيت، فيصير حتى تسويق بطريقه محترمه ولبق لهذه الشركات. صحيح، وخاصة كمان انه الانترنت فيها تجريس، فينا حسب زعلوك خليل حتطلع على انستغرام وعلى واتساب وعلى الموقع وحتخبر كل الناس واصحابك وهيك شرشحة كاملة يعني. وأنا اللي بعتبر كان يعني منجم ذهب بيساعد قبل الشراء هو التعليقات. يعني بس فوت على المنتج يكون في تعليقات، إنه ناس بتقلك أنا في كذا منتج من صوره وبدي اشتريه، يعني وبشوف الفيديو حلو كتير، بس بقرأ التعليقات بيقلك لا، المادة منا ماكنة أو في مشكلة متانة، خلاص عم يعني عم غير رأي عن الشراء. فدائما اللي بنصح فيه إنه يكون في قراءة للتعليقات، هيدي كتير بتساعد نوع من تنوير يعني قبل الشراء. طيب، اختيار المنتجات عبر المواقع المعروفة، دائما الواحد يحتار يشوف مواقع غير معروفة ومواقع معروفة، وممكن يكون السعر أقل في الغير معروفة، إيش اللي تنصح فيه يعني لما يكون واحد عنده أكثر من اختيار؟
هلا يعني الحلو بالانترنت فينا نشوف الاسعار. يعني خلينا نعتبر في عنا منتج قيمته 500 ريال، اذا كل منتجات بي يعني بنطاق 500 525 475، قريب ال 500 ريال مقبول، بس شوف واحد منتج 350 ريال يعني في شيء غلط، يعني عم بدي انتبه على هذا الموضوع. وتاني شيء في كذا موقع، اذا كان يمكن يكون 20 ريال زياده بس بيكون عنده سياسه استرجاع احسن، بيكون في عنده خدمه عملاء احسن، انا بفضل ادفع على 20 ريال زياده وريح راسي من انه اذا لا سمح الله صار مشكله في مؤسسه محترمه بقدر اتواصل معها لحل مشكلتي. الله يعطيك العافيه استاذ ايمن، وفيت وكفيت وعطيتنا يمكن موجز كامل عن طريقه الشراء، وان الواحد ما يتخوف، لان موضوع الاسترجاع المنتج يعني اعطانا بشكل سهل خاصه مع الشركات المعروفه والمحترمه. شكرا جزيلا استاذ ايمن.